السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. الله يحييكم شيخنا، بارك الله فيكم. نبدأ؟ توكل على الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان عمر رضي الله عنه يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. وقد ثبت بالصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا القسم من كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يبين فيه مسألة مهمة، ألا وهي بيان ما يجب على الناس في دين الله تبارك وتعالى، فيبين أنه يجب على جميع المؤمنين
اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الواجب على الناس جميعا. فالناس إذا أريد بهم أمة الدعوة الذين عناهم الله بقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي معنى هذه الآيات قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهكذا أمة الإجابة أمته عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وصدقوه صلى الله عليه وسلم، الواجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام من ربه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على كل أحد أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما بينه عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي. فالأوامر تؤتى والنواهي تجتنب وتحذر، فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدع ما جاء به عليه الصلاة والسلام أو شيئا مما جاء به. فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يترك من قوله شيء ولا يرد من قوله شيء صلى الله عليه وسلم. أما من عداه من أئمة الهدى علماء المسلمين وفقهاء المسلمين ومجتهدي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كل واحد يؤخذ من قوله ويترك. والواجب على المؤمن معه مع الفقهاء علماء الإسلام، الواجب على المؤمن أن يعرض أقوالهم على ما جاء في كتاب الله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض أعمالهم أيضا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ووافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يأخذ بقوله وفعله. لماذا؟ لأنه قد وافق هذا الفقيه، هذا العالم، هذا العابد، هذا الولي، هذا الصالح، هذا الجاهد، لأنه قد وافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن يجب علينا أن نأخذ بقوله، لأن قوله وفعله موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فإذا نحن أخذنا بذلك كنا متبعين حقيقة. وفي المقابل لا بد وأن نخالف الفريق الثاني الذي خالف هذا الفقيه وهذا العالم وهذا العابد وهذا الصالح وهذا القاضي الأصولي الفقيه المجتهد الورع التقي. لا بد أن نكون قد خالفناه. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا أن قول الأول هو الذي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فنحن إذا وافقنا الأول وخالفنا الثاني ليس لأحد أن يلزمنا بقول المخالف الذي هو الثاني، فضلا عن أن ينسبنا حينما خالفناه وأخذنا بقول الأول، لأن الكتاب والسنة معه. فلا يجوز لمن يتعصب للثاني أن يقول عنا إنا قد خالفنا الشرع. فهذه مصيبة عظيمة، إذ هذا هو التعصب عينه، وهذا هو الغلو في التقليد للرجال غير المعصومين. حتى قال بعض من قال في هذا الباب الغلاة المقلدة في الفروع، كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، فأصبح مذهب معظمه أو اختيار متبوعه أو قول إمامه هو الشرع، وأصبح الشرع هو المنكر عند هؤلاء الغلاة المقلدين. ثم ينشأ بعد ذلك عن هذه الرتبة رتبة أخرى، وهي زعمهم أن من خالف إمامهم أو معظمهم فقد خالف الشرع. هذه مصيبة عظيمة معاشر الأحبة، هذه مصيبة عظيمة، حيث هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون قد جعلوا معظمهم الذي يعظمونه ويتبعونه جعلوه بلسان مقالهم أو بلسان حالهم في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يخطئ.
وإذا كان كذلك فبالطبع سيرون من خالفه مخالفا للشرع، وهذه طامة عظمى ومصيبة كبرى. والحق أنه ليس لأحد أن يلزم من خالف عالما أو وليا صالحا ذكيا تقيا ورعا، ليس له أن يلزم الناس إذا خالفوه بقوله. للآية التي تقدم ذكرها ما هي؟ هي أنهم حينئذ يقولون قد أجدوه منزلة النبي المعصوم. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن ننتبه لهذا وأن نحذر غاية الحذر منه، فإن هذا هو الغلو في العلماء والعباد والزهاد والصلحاء ومجتهدي هذه الأمة. هذا غلو فيه، فكيف إذا كان من يغلو فيه أصحابه ليس هو من هؤلاء في شيء؟ هذه أيضا مصيبة ثانية، كما نراه من جهلة الصوفية ومن جهلة الروافض. نسأل الله العافية والسلام. ثم لأهمية هذه المسألة بسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام عليها بالأدلة، وجعل المثال لها مثالا. الصوفية يعترفون به ولا ينكرونه، بل هم قائلون به، بل هم غارقون في الغلو فيه. ما هو هذا المثال؟ المثال الذي ضربه شيخ الإسلام ومثل به هم المحدثون، وجاء بهم في هذه الأمة بأولهم وأفضلهم على الإطلاق بعد أبي بكر رضي الله عنه، ألا وهو عمر. وعمر محدث، وقد تقدم معنا بالأمس الكلام على معنى المحدث. وإذا كان عمر هو أول المحدثين في هذه الأمة رضي الله عنه، ومع ذلك قد حصل منه رضي الله تبارك وتعالى بعض الأغلاط في اجتهادات له هي مغفورة، وفي بحر فضائله مغمورة، وهو مأجور على اجتهاده فيها وغير آثم رضي الله عنه. ومع ذلك فقد كان هو يعترف بخطئه فيها ويعترف بالحق مع من نازعه فيها، ويرجع إلى أقوال من نازعوه من بقية الصحابة وهو أفضل منهم، ومع ذلك كله ما كان يقول رضي الله عنه أنا محدث أنا ملهم
أنا صاحب كشف، أنا كذا أنا كذا، يجب عليكم اتباعي، ومن خالفني فقد خالف الشرع، رضي الله عنه. فساق شيخ الإسلام ابن تيمية أولا شيئا من فضائله في هذا الباب، في باب التحديث، فذكر ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم، فعمر منهم، قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر منهم. فهذا الحديث أثبت وجود المحدثين في الأمم السابقة، وأنهم إن وجدوا في أمتنا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المحمدية، فعمر منهم، فهو أولهم، رضي الله عنه. وجاء بالحديث الآخر: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، وعزوه إلى الترمذي فيه نظر، وهذا من الأوهام. وسبحان الله العظيم، هذا شيخ الإسلام رضي الله عنه الذي يقرر هذه المسألة الأصيلة، يقع منه هنا الخطأ فوهم، فهو مغفور له خطأه رضي الله عنه. هنا وهم الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيأتي بعد الحديث الذي بعد هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا هو في الترمذي، وحديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، ومن شأن يراجعه فليراجعه. أما في هذا اللفظ فما وقفنا عليه في الترمذي، فلا ندري كيف وقع لشيخ الإسلام رحمه الله. هذا الحديث لا يصح. الصحيح لو بهذا اللفظ، الصحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. وهذا الذي ساقه شيخ الإسلام بعد قوله: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. والشاهد من هذه النصوص: قد كان في الأمم قبلكم، وحديث إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق لعمر رضي الله عنه في أنه مع الحق وأنه يقول الحق. ومع هذه الشهادة يا معشر الأحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذه النكتة حفظني الله وإياكم، مع هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، والتي لم تحصل لغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول مع هذه الشهادة فقد وقعت له اجتهادات أخطأ فيها رضي الله عنه، ذكر شيئا منها المصنف فيما سمعناه. فإذا كان عمر المحدث الملهم الذي هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بما شهد له مما سمعنا، وبين منزلته العلية، ومع ذلك كله حصلت له اجتهادات أخطأ فيها، هو مأجور غير آثم
والحق فيها مع غيره وهو محدث ملهم، فكيف بغيره ممن هو دونه باتفاق المسلمين؟ هذا من باب أولى. فإن عمر رضي الله عنه مع هذه المناقب وقعت له الاجتهادات التي أخطأ فيها رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. هذا حديث حسن عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله. والمراد بالسكينة هنا كل ما يسكن إليه، كل ما يسكن إليه ويطمئن إليه من الاعتقاد ومن القول ومن العمل. فالسكينة هي الطمأنينة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة هنا في الاعتقاد. في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء إليه يسأله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: استفت قلبه، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا الحديث قد حسنه طائفة من العلم، منهم الحافظ النووي رحمه الله كما تعلمون، وهكذا أيضا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. هو حديث حسن، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، يعني ما سكنت إليه النفس ولم يحصل عندها فيه تردد. هذه الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة، وهي اسم لكل ما يسكن إليه، يعني يطمأن إليه من الاعتقادات أو من الأقوال أو الأعمال. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني الحق مطمئن إليه رضي الله عنه في قلبه، ولم يجد فيه حرجا ولا ترددا ولا شكا، فينطق به بلسانه رضي الله عنه. ويزيده وضوحا قول ابنه عبد الله رضي الله عنه: قل ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول، إلا كان كما يقول. والمراد بهذا ما تقدم قبل قليل، أن الله جعل الحق على لسان، ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، فإذا اطمأن قلبه لشيء ولم يجد فيه تردد نطق به
لسان نطق به لسانه، فهو في قلبه مطمئن إليه ساكن إليه، وهو بلسانه ناطق به. ولذلك جاء عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. والمراد بذلك أنه يوافق الخطة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وموافقات عمر رضي الله عنه كثيرة ومعلومة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنار قلبه فحصل له من المخاطبات ما حصل، فإنه يقول بالقول فيأتي كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سيأتي معنا مما قرأه أخونا الشيخ مزمل. لذلك كان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. يعني بقوله تتجلى لهم أمور صادقة يعني أن الله قد أنار قلوبهم، فاستنارت بإنارة الله لها بسبب طاعاتهم ومجاهداتهم لأنفسهم في ذات الله جل وعلا، حتى استقامت على أمره وشرعه، فاستنارت قلوبهم. فصاروا بهذه المنزلة، يعني أنهم تتجلى لهم الأمور فيتكلمون فيها بالحق والصواب. وهذه الأمور الصادقة التي تتجلى لأولياء الله المطيعين، فانظروا حفظكم الله إلى قول عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم المطيعين، فخرج به عصاة الصوفية وزنادقتهم الفجرة، أي هات أن يكون هؤلاء ممن تتجلى لهم الأمور الصادقة، وهيهات أن يكون هؤلاء ممن يجري الحق على ألسنتهم وقلوبهم. وذلك لأن هذه التجليات إنما هي أمور يكشفها الله عز وجل لهؤلاء الصالحين، فتتجلى لهم بسبب صلاحهم وطاعتهم لمولاهم تبارك وتعالى. واليوم نرى، وقديما كنا نقرأ ولا نزال نقرأ نحن وغيرنا، نرى أنه تزعم هذه الأمور لأناس لا يصلون ويدعون أنهم أولياء، ولا يصومون يدعون لهم أنهم أولياء، ولا يتورعون ويدعون لهم عن حرام ويدعون لهم أتباعهم أنهم أولياء. هذا ضلال مبين، ومن تلاعب الشيطان بالتابعين والمتبوعين. فإن المخاطبات والمكاشفات والتحديث والإلهام إنما كان يلقيه الملك على لسان عمر أو على ألسنة الأولياء الصالحين بسبب أمرين: الأول قوة إيمانهم
ويقينهم، والثاني بسبب ثلاثة أمور: الأول بسبب قوة إيمانهم ويقينهم، والثاني بسبب قوة علمهم بالله تعالى ودينه وشرعه، والثالث بسبب قوة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المخاطبات والمكاشفات والإلهام والتحذير إنما يلقى على هؤلاء أو على ألسنة هؤلاء الأولياء الصالحين الكرام، كما حصل لأمير المؤمنين عمر بسبب الأمور الثلاثة: فاحلوها لمعاشر الأحبة وقيدوها، فإنها منتزعة من هذا الكلام الذي قرأناه وسمعناه. الأول بسبب قوة إيمانهم ويقينهم، الثاني بسبب قوة علمهم بالله تعالى وشرعه، الثالث بسبب قوة اتباعهم وطاعتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فنعم، فهؤلاء الأولياء نعم لهم مكاشفات كما بينا، ولهم محادثات، ولهم مخاطبات، لأن قلوبهم قد استنارت بنور الاعتقاد الصحيح والعلم الصحيح والعمل الصحيح، لأن قلوبهم قد استنارت بسبب الاعتقاد الصحيح والعلم الصحيح، نعني به العلم المورود، والعمل الصحيح يعني الخالي من البدع. فإذا نظر إلى من زعم له الولاية الولاية وليس كذلك فهذا كاذب، فهذا كاذب. والصادق الذي استصحب هذه الأمور الثلاثة يحصل منه الخطأ في اجتهاده، ويكون الحق أحيانا مع من خالفه ممن هو دونه في الفضل. فإذا كان هذا في الصالح فهؤلاء الكذابون من زنادقة الصوفية ما عسى أن يكونوا. ونحن نعلم جميعا كما قلنا أن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قد جاء في الحديث: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا قول من؟ قول علي رضي الله عنه، وهذا قد تراكب عن علي رضي الله عنه وروي من طريق من أكثر من 64 طريقا عن عمر عن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، وهو متواتر عنه رضي الله عنه أكثر من 60 طريق روي بها هذا الأثر عن علي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فإذا كان عمر رضي الله عنه هذه منزلته وهذه مكانته وهذه خيريته، وهو صاحب ما ذكرنا قبل قليل من التحديث والإلهام والمخاطبات والمكاشفات، ومع ذلك حصل منه الخطأ في بعض اجتهاداته، على هذا الفضل العظيم فمن دونه من باب أولى يتصور منه حصول الخطأ، فلا يجب حينئذ اتباعه في كل ما يقول.
وإنما جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر لأن أبا بكر صديق وعمر محدث، والصديق أفضل من المحدث. لماذا؟ لأن الصديق لا يصدر عنه كذب ولا يكذب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في نفسه شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي وصل إليه أبو بكر، فكان أعلى رتبة رضي الله عنه فهو صديق. ولذلك لما وقع في نفس عمر رضي الله عنه ما وقع من صلح الحديبية ووجد الغضاضة وراجع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلماذا نعطيهم الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معي وإن الله ناصر. ثم ذهب إلى أبي بكر فأخبره وشكى له بما حصل، ولم يكن رضي الله عنه أعني أبا بكر حاضرا حتى يسمع كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه. لماذا؟ لأنه مصدق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل عمر ما هو مصدق؟ بلى، عمر مصدق، لكن أبا بكر على عليه في هذا، لأنه موقن أن الله لا يختار لنبيه إلا ما فيه الخير، وإن كانت الأنظار تقصر في بعض الأحيان فتنظر نظرة سطحية ظاهرة فلا ترى فيه خيرا وترى فيه غضاضة. فعمر رضي الله عنه رأى فيه غضاضة، لما جاء إلى النبي قال له: ما سمعنا. ذهب إلى أبي بكر قال: إن الله معه وإن الله ناصره. فالصديق رضي الله عنه اجتمعت في حقه ثلاثة أشياء: لا يصدر عنه كذب، وعمر لا يصدر عنه كذب هذا لا شك، ولا يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك رضي الله عنه لا يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله أن نقول هذا فيه، خبنا وخسرنا. لكن أين وقع الفرق بينه وبين أبي بكر؟ وقع الفرق بينه وأبي بكر في الثالث، ألا وهو أنه لم يقع في نفس أبي بكر شيء من الأمور التي فعلها عليه الصلاة والسلام في كل أعماله، بينما عمر وقع في نفسه في بعض المواقف. فهنا صارت المفارقة، يعني الصديق لا يصدر منه الكذب وعمر وأبو بكر في هذا سواء، الصديق لا يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه بل وكافة الصحابة بل كل الصحابة معه في هذا الباب سواء، لكن وقع في قلب الصديق ما لم يقع في قلب عمر من جانب الثالث، وهو أنه لا يقع في نفس الصديق رضي الله عنه شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا معاشر الأحبة ما وصل إليه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، فلذلك كان الصديق أعلى من المحدث. ولعلنا يا معاشر الأحبة الكرام نقف أيضا الليلة عند قوله: وقد ثبت في الصحيح، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.